السلام عليكم، كاكم دايرين البنات؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو ان شاء الله غادي نقصر قد ما نقدر، راني برا مع بنتي. بالنسبه للبنات اللي يسقسوني بزاف على فيزا لم الشمل كما انا ما طلعت بيها، وكاين بزاف اسئله تجيني يقولوا لي بلي يعني كيفاش راجل شي يدي معاه، شو لازم يخرج منها ولا شو لازم ندفعوا هنا في البلاد ولا اللي هذا. انا غادي نعطيكم ان شاء الله تفاصيل قصيره وتكون مفيده بالنسبه للبنات اللي باغيين يطلعوا فيزا لما الشمل هذا. لا تنسوا خلوا لي لايك باش هكا ان شاء الله نبارطاجي معكم الفيديو اكثر واكثر. ما تنسوش الدعم حبيباتي وبارطاجوا مع احبابكم والناس اللي باغيه تطلع لامريكا. بالنسبه للفيزا لما الشمل البنات، بنحكي لكم على تجربتي انايا. انا كي خطبني يعني كي خطبت شدنا على يومين عقدنا. لازم العقد يعني باش راجل كيدفع لك لي بابي في امريكان لازم لازم تعقدي معاه في البلاد. حتى اذا ما درتيش عرس ليسونسيال تعقدي وديري دي فوتو شابين يعني تاع بلي راكي متزوجه به وكل شيء وكذا. ليسونسيال انا درنا العقد، عقدنا مع بعض وهو طلع ودا معاه العقد ودا معاه ليكسخي دي نيسونس تاعي ودا الاقامه ودا هذيك الزايد هذيك تاع دوز هذيك واش عارف هذيك اس دوز ديك الخضراء مع الباش لا مازالت اكزيستي ولا لا، هذيك ثاني داها معاه. ليسونسيال هي ياكد على العقد، لازم تعاقدوا باش يدفع لك الدوسي تاعك في امريكان، لازم يكون عندكم العقد كما قلت لكم العقد الزايد تاعك هذيك اس دوز والاقامه. ماما هادو هما كاع الصوالح اللي داهم راجلي. انا هذا الفيديو ما وجدتلاش يعني راني نحكي لكم هكا شصرا معايا كل شيء، وهادو هما المهمين لي بابي المهمين. وراجل كي شايدير كي يطلع غادي يروح يحل السيت اللي كيما قلت لكم يعني في واحد الفيديو وحكيت لكم بالتفاصيل. السيت هذا تاع الجرين كارد هو اللي غادي يعمر فيه، وكي يعمر فيه لي زانفورماسيون غادي يرسلوا له يعني يرسلوا له هكا بشي بلي لازم يدفع الدوسي، وغادي يدفع هذاك الدوسي اللي كان طلعه معاه من قبل. هذوك لي بابي هما اللي يدفع. كي يبعثوا له بلي سي بون لازم يدفع الدوسي، هو واش يدير؟ يدفع الدوسي ويعمر واحد لي بابي. هذوك لي بابي لما هو ما قدرش يعمرهم ولا ما عرفش ولا يخاف لك كان يغلط ولا ما عندهش الوقت، كاين بزاف هكا بيرو يخدموا هاد الخدمه يعني يخدموها بالبري بشحال يدوا عليك حتى 700 دولار على ما اظن، ولكن هو ينجم يعمرها يعني وما عنده حتى مشكل فيعمرها هو وحده. ما يشقاش كاع يروح و الله ما يشقاش يضيع دراهمه يعني. ليسونسيال هذه هي يعني البنات، هاي سهله مهله، ما تكش ما كلها تقلقوا رواحكم ولا تبقوا هكا يعني تخمو ولا من وين، ماشي كاع معقده. وهذه برك بالنسبه للبنات لما يسقسوني يقولوا لي بلي اش لازم يجيب معاه الراجل مثلا باش يدفع الدوسي ولا اش لازم ندير وحنا باش ندفع الدوسي هنا. الدوسي يدفع في امريكا ما ينتفعش في الجزائر، وكي هنايا يقبلوا بيك ويقبلوا صايب باش يعني هكا يقبلوا باش تطلعي كل شيء. شي يديروا هما يرسلوا الدوسي للجزائر، ماشي الجزائر ترسل لهم، هما يرسلوا. المهم يعني كل شيء يبقى عند راجلك من بعد تيا خاطيك، واي ورقه يحتاجها. انا هادو هما هذا هو الدوسي اللي ذكرته لكم، هذا هو اللي دفعته، ولكن يعني اي ورقه هكا طلبوها له ولا بغى يدفعها هادي ترسليها له في اونفلوب بالخف توصل. كان جوغ راهي عنده يعني ما حتى مشكل، ما انا زوجي كان شحال خطا يطلب لي عقد الزواج كان يسحقه من بعد وكل شيء، فكنت نبعثه له نورمال عندها 15 يوم يوصله ما يطولش بزاف. المهم هو كما قلت لكم كي يدفع الدوسي ويقبلوا وكل شيء غادي هما يرسلوا الدوسي تاعك للبلاد ويبعثوا لك موعد تاع اول حاجه يعني لازم موعد تاعك يكون في هذا كلينيك الازهر باش تروحي ديري راديو تاع الصدر وبعض الاجراءات هكا. وهذاك الراديو تاع الصدر هو اللي غادي تديه معك الكونسولا، هذا هو اول موعد تروحي له وتوجدي هذاك الظرف. ما لازمش تفتحيه، لازم يقعد مبلع، هما اللي يفتحوه في الكونسولا يفتحوه
وبالنسبه للي بابي اللي غادي تديهم انت، اول حاجه غادي تكوني موجوده الباسبور تاعك اكيد، غادي تدي الباسبور تاعك، غادي تدي لي فوتو تاع العرس لي بروف بلي هذا راجلك، غادي تدي لي فوتو تاع العرس. هو الدوسي كاع عندهم، ما يطلبوش منك حاجه كبيره، يطلبوا منك غير الباسبور ويطلبوا منك لي فوتو لي بروف كيما لي ميساج تاع في الماسنجر واتساب فايبر اي حاجه، غادي تامبريميهم وتخرجيهم هذوك تديهم معاك بلي هذا راجلك. وهذه هي، وانت غادي تضمني روحك اكيد اكيد ما غاديش تروحي خاويه، غادي تدي معاك فوتوكوبي تاع تاع النكوة، غادي تدي معاك فوتوكوبي تاع يعني الا كنت تخدمي، غادي تدي معاك الإقامة، غادي تدي معاك الزايد، يعني هادو لازم تديهم معاك. بغاو يطلبوهم منك بغاو ما يطلبوهمش منك، انا ضمنت الدوسي كبرته مليح مليح وديتها معايا باش هكا ما نحصلش ولا يقولوا لي خاصاتك ديك ولا خاصاتك ديك. وبالنسبه للدراهم، الدراهم ما يطلبوش الدراهم، دراهم صاي راجلك راه مسلك الدراهم ثما يعني في مالك، انا مخلص كل شيء ومش غادي يطلبوا منك دراهم، راك انت يا ضمني ديري دراهماتك تحتك باش حتى حاجه ما توقع لك يعني غريبه ولا منا ولا يطلبوا لك حاجه منه. وكاين لي فوتو ثاني دي معاك لي فوتو، راجلك ثاني لازم يدي معاه لي فوتو تاعك، لي فوتو هادو نسيت باش نذكرهم، راجلك ثاني يدي لي فوتو معاه. وانتي ثاني كي تطلعي باش الموعد تاعك تاع الفيزا لازم تدي لي فوتو معاك. هذه هي، انا طلبوا مني الباسبور وطلبوا مني لي فوتو، طلبوا مني لي بروف بلي هذا راجلي، لي فوتو تاع العرس وحاطيتهم تاع الماسنجر كنت نحكي معاه، يعني حنا كثرنا الهضره مع بعض باش نزيدو هكا ولي زابيل بلي كنت كان يلغالك ويهضر معاك وكل شيء. وبالنسبه للاسئله اللي تنطرح عليك، هي غادي يقولوا لك كسموه راجلك، تعطي الاسم اللقب، تعطي وين تا زايد، وين يسكن، وين تسكنوا، كيفاش تتعرفتي عليه، شكون عرفك به، اسكو كي طلع تعرفتي به ولا قبل ما يطلع كنتي متعرفه به، وما لازمش كاع تكذبوا اطلاقا، كذب ما لازمش كاع يكون ولا تبلعيط ولا، لازم الهضره تكون نيشان. وين تدرتوا العرس، اسكو كنتوا تبغوا بعض ولا لا، يعني هذه الاسئله. وممكن كاين الناس اللي قالك بلي، وكاين الناس اللي يقولك جاتنا اسئله على يعني شيء بغي راجلك، شيء الاكله المفضله تاعه، شو اللون المفضل تاعه، قيس الشيركوت قيس الشينور، كاين بصح قليل قليل اللي قالوها هذيك. معظم اللي طرحوا عليهم الاسئله، طرحوا عليهم اسئله كما اللي طرحوها عليا، وغادي يسقسوك وينها بلاصه كي راحه فيها، راجلك شي خدام، شحال يخلص، شحال يدخل في العام، هذا المعلومات تكوني كاع جايبتهم على راجلك، وتكونوا تعرفوا بعضكم مليح مليح باش هكا ما تنغلبي في حتى حاجه. هذه هي، بغيتو كاين اللي يقول لكم تهضروا عربيك ولا تهضروا فرنش ولا انجلش، دخلتيها فمك شوف ها هاتي. كما قلت لك ما لازمش يكون الكذب والتبلعيط، لازم الهضره تكون نيشان، لازم تحضروا نيشان المعلومات، تعطوهم نيشان، وتكوني كما قلت لك دير معلومات كاع على راجلك، شي يخدم شي يدير، شحال يدخل دراهم في العام هادو. وهي صاي هي يعني مقبوله الفيزا تاعك، صاي مضمونه وكل شيء مادام يبعثوا لهم هنا، ولكن الاسئله جاوبي جاوبي نيشان، ما تشقاش تكذبي. وكما قلنا ثاني بالنسبه للهضره، يقولك تهضري عربي ولا تهضري فرنش ولا انجليش كيما تبغي، كاين اللي يهضر معك هو كيما هاك، وكاين اللي يجيب لك مترجم. ومن الاحسن تقولي تهضري بالعربيه باش تفهمي مليح، باش ما هكا ما تخلطيش ولا تجاوبي جوابها ماشي صحيح، ولا هضري بالعربيه ولا يجيبوا لك مترجم. وهذه هي ليسونسييل، ويقبلوك ومنا ويعطوك يعني باسبور يقعد عندهم حتى من بعد يبعثوه لك، يا تروحي انت تجيبي وتخلصي عليه الا بعثوه لك ليسونسييل. هذه هي المعلومات اللي بغيت نفيد فيها حبيباتي، اللهم يسقسوني ويجوا يسالوني بزاف في الانستغرام ولا هنا فيزا لما الشمل. هذه هي، واي سؤال عندك اي حاجه عندك كتبيها لي في الكومونتير، نعاود نجاوبك عليها يا في الكومونتير يا نعاود ندير فيديو. ليسونسي هذا الفيديو جا كيما هكا، مشت بزاف الاسئله الدور هذه، قلت ندير لهم فيديو على شكاين بلا ما نطول عليكم بزاف، نعطيكم بزاف تفاصيل باش ما تخلطوش. هذه هي، ان شاء الله يا ربي الفيديو يكون اعجبكم، ما تنسوش خلوا لي لايك
وخلوا لي كومونتير تاعكم واي سؤال كتبوه لي، وان شاء الله ندير لكم عليه فيديو ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظي حبيباتي ومع السلامه. وان شاء الله نتمنى التوفيق لكل وحده باغي تطلع لامريكا عند راجلها، ولا باغي تطلع فيزا هكا وحدها، ولا اي انسان ان شاء الله ربي يلم شملكم وربي يسهل لكم.